التواجد وهذه الفعاليات الاجتماعية منذ أن تم إعلان اسم التيار الوطني الشيعي، ولغاية اليوم بدأت في إحياء ذكرى والد السيد مقتدى الشهيد محمد صادق الصدر، ووصولا إلى الصلاة الموحدة والتي تعتبر الصلاة الأولى بعد إطلاق الاسم الجديد لهذا التيار. حقيقة ما هي إلا تهذيب وتجذيب لهذا الجمهور الذي حقيقة يسعى للحضور رغم كل الظروف وكل الأجواء والمناخ، سواء كان ممطرا أو حارا فهو لا يبالي بشيء، كما أنه لا يكترث لأي شيء سوى لمطالب قائده وزعيمه مقتدى الصدر.